اكتشاف بركان عملاق كان مختبئاً على مرأى من الجميع منذ عقود، على ما يبدو أن العلماء عثروا على بركان ضخم غريب الشكل على سطح كوكب المريخ وبحجم جبل إيفرست. والأمر الأغرب أن البركان كان موجوداً منذ سنوات، بينما استغرق العلماء وقتاً طويلاً لاكتشافه بحسب بحث جديد. وأوضح العلماء أن وجود جبال عالية جداً على سطح المريخ حجبت عنهم رؤية موقع البركان. يعني الاكتشافات ما بتخلص دائماً، في أشياء جديدة، اكتشاف جديد في هذا العالم سواء على سطح الكرة الأرضية أو على سطح المريخ أو بالمجرة بشكل عام. مظهر انتقل.